أهلا بكم مشاهدي القناة، مرحبا بكم في فيديو جديد. في هذا الفيديو سنستمع لتصريح منقذ المنتخب الوطني من الهزيمة، إسام سيماني الهداف الأسطوري والتاريخي للمنتخب الوطني الجزائري، معدل النتيجة في الدقيقة 93. فلنستمع ماذا قال إسام سيماني. وفريق كورتيبا البرازيلي اسلام سليماني. اسلام، برحب بك في اون تايم سبورتس المصريه. رايك ايه في المباراه النهارده؟ كانت مباراه كبيره بين فريقين كبيرين من الكره العظمى في افريقيا. لا، مباراه كبيره كما قلت، مباراه كبيره بين فريقين كبيرين في الديربي المغاربي شمال افريقيا. كل مقابله تلعب بين الاخوه الجزائريين والمصريين تكون مباراه هكا صعبه، وما نقدرش نتكهن فيها شكون الرابح وشكون الخاسر. لا، بالطبع حنا كل المقابلات اللي نقدروا نلعبوها مقابلات مهمين لينا. عندنا تصفيات للمونديال ان شاء الله، وعندنا كاس افريقيا نقدروا نحضروا ضد فريق قوي، فريق المصري غني على كل تعريف. ان شاء الله نزيدوا نحضروا ان شاء الله باش نكونوا واجدين ان شاء الله. اخيرا عاوزين نطمن الجمهور الجزائري بقى عليك انت وبن رحمه بعد اللي حصل في مباراه الراس الاخضر. بالتاكيد نو بروبليم، حتى حاجه، لكن ما كان حتى حاجه، احنا اخوه وهذه تصرف كل، وانت لعيب كبير وبن رحمه لاعب كبير كذلك، هذه تصرف كل المقابلات وفي كل الانديه وكل المنتخبات في العالم. ده بيكون حماس زايد بالتاكيد. بالطبع كل واحد يحب يسجل، كل واحد يحب يفرح ويفرح الجمهور. اسلام، خليني اسالك، يعني الجمهور الجزائري متعطش للعوده مره اخرى للبطولات، يعني واضح ان انتوا عندكم اصرار كبير لمصالحه المنتخب، لمصالحه الجمهور الجزائري بعد الاخفاقات على مدار العامين الماضيين. بالطبع احنا كما قلت احنا نحضروا باش ان شاء الله نبداو تصفيات المونديال ونكونوا واجدين ان شاء الله في كاس افريقيا، باش ان شاء الله نروحوا باش نديروا كل ما في وسعنا باش ان شاء الله نروحوا لابعد ما حد ممكن.